أهلا بكم مشاهدينا في أبرز أخبار الاقتصاد. ذكرت مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية أن مديونية العراق الخارجية في عام 2021 وصلت إلى نحو 70 مليار دولار. وأضافت المجلة أن العراق استدان في العام الماضي أكثر من 81 مليار دولار، في حين كان مجموع ديونه لعام 2019 نحو 48 مليار دولار أمريكي. وذكرت المجلة أن السودان كان من أكثر الدول العربية مديونية في هذا العام بمبلغ وصل 211 مليار دولار. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي لتسجل 209 ملايين دولار. فقد شهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء الدولار انخفاضا في مبيعاته بنسبة 2.79، غطاه البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 150 مليونا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، على حين ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليون و770 ألف دولار بشكل نقدي. أكد نائب فرات التميمي أن 50% من مزارعي ديالى تحاصرهم أزمة الجفاف منذ 7 أشهر. وقال التميمي أن خطة فصل الشتاء الزراعية مجهولة المصير، ولا سيما أن خزين بحيرة حمرين هو الأدنى منذ 40 عاما، ما يعني عدم القدرة على تأمين مياه السقي. وأضاف التميمي أن وضع قضائي المقدادية وبلاد روز سيكون الأصعب، خصوصا أن أكثر من نصف الانتاج الزراعي لكل المحاصيل يأتي من خلالهما، مما يعني أن المحافظة أمام موقف صعب جدا في الأشهر القادمة إذا لم تحل أزمة الجفاف. أعلنت وزارة النفط الحالية الإحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر آب الماضي، مؤكدة أنها بلغت 6 مليارات و553 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن كمية الصادرات النفطية العراقية في شهر آب الماضي بلغت أكثر من 94 مليون برميل نفط، كان أغلبها من الحقول النفطية في جنوب ووسط العراق. وأضافت الوزارة أن مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت إيرادات إضافية بلغت نحو 131 مليون دولار. قفزت أسعار خام برنت إلى فوق 80 دولارا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وسط توقعات بازدياد الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة جائحة كورونا. فقد صعد خام برنت بنسبة 0.18% من التعاملات الآسيوية الصباحية ليصل إلى 80 دولارا و19 سنتا للبرميل الواحد، في حين ارتفع أو ازداد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.19 درجة ليصل إلى 76 دولارا وسبعة سنتات. هذا وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود، بالتزامن مع صعوبات في الإنتاج تواجهها دول منظمة أوبك وحلفاؤها. أعلن البنك المركزي الأردني وصول حجم الديون الخارجية للأردن إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد. وذكر البنك أن ديون الأردن الخارجية بلغت نحو 20 مليار دولار حتى النصف الأول من عام 2021، متضمنة ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. يذكر أن الديون الخارجية هي جزء من الديون الكلية، لكنها تكون مستحقة لدانين خارج البلاد مثل الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. حقق الميزان التجاري القطري في شهر آب الماضي فائضا بقيمة 5 مليارات و270 مليون دولار، مسجلا بذلك ازديادا بنسبته 177% تقريبا مقارنة في الشهر نفسه من العام 2020. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية في الشهر الماضي ازدادت بنحو 94% مقارنة بشهر آب من عام 2020، ووصلت قيمة الواردات إلى أكثر من 13% مقارنة بالعام الماضي. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.